هنا خلاص انا بقى اصبحت ملمة او اصبحت ملمة بكل المفاتيح. شخص نرجسي ده متعب قوي، مغرور قوي، وتعبنا قوي واحترنا قوي. ويا ريت الخلاصة في الحلقة دي ايه هي نقاط ضعفه، عشان بالنسبة لنا هو علامة استفهام كبيرة ما احناش فاهمينها. يلا بينا. اهلا باجمل ناس في الدنيا، كل سنه وانتم طيبين كالعاده. الجديد يعرفنا بنفسه، نقوم معاه بالواجب، واللي ما اشتركش يشترك عشان اشعاراتنا ما تروحش عليه بعد كده. وهنتكلم عن موضوع مهم اتسالت فيه في الفتره الاخيره، وكان واجب ولازم ان احنا نعمل حلقه عنه، المغرور النرجسي. الحل معاه، يا ريت تخلينا كده نعرف نقاط ضعفه، عشان لو لزم الأمر نديله شوية على دماغه. بالمعنى يعني نبسطها كده، هو ده كان المطلوب وهو ده موضوع حلقتنا. أول حاجة، تعامل مع الشخص ده على إنه مريض وليس سوي، لأنه هو مرض. لأن الشخص النرجسي ده مريض مش شخص سوي. لازم أنت تفهم إن أنت بتتعامل مع شخص عنده مرض ربما يكون مؤقت. أول نقطة ضعف عندنا إن هو يخاف من تفوقك عليه في أي حاجة. دايما الشخص النرجسي اللي مركز معاك أو أنت بتتعامل معاه أو مرتبط بيه بسبب حظك الحلو، يعني يخاف إن أنت تتفوق عليه أو إن أنت تتفوق في نجاحك المادي أو المهني بشكل عام. يعني تفوقت عليه في حاجة، أكتر حاجة تولعه من جوه، تقهره، أكتر حاجة تذله، إنجاز التعبير. تاني حاجة، دايما يخاف من الانتقاد. دايما الشخص النرجسي او المغرور اكتر حاجة تقهره من جواه، تذله، حد ينتقده او انت تنتقده. يا سلام لو شغلت دي وكان بشكل كده في ذكاء غير مباشر، يعني زي اخواتنا العقارب كده ما بيعملوا ويلفوا ويعوجوا الكلام ويوصلوا للي هم عايزينه، وما تعرفش تمسك عليهم حاجة في النهاية ولاد الذين. فدي نقطة ضعف قوي تجعلك تنال من الشخص ده. كمان دايما تلاقيه نفسه وحريص ان هو الاخرين يعجبوا بيه. لو شعر منك ان هو عادي وعادي جدا واقل من العادي، وان انت مش معجب بيه قوي ومش مهايبر قوي، فدي حاجة بتأذيه. احنا بنتكلم لو انت وصلت المرحلة اللي انت عايز يعني تزعجه، تزعله، تقهره، تعاقبه، تذله. فانت لازم تعرف نقاط الضعف دي عشان تشتغل عليها. وما بنقولش نقطة واحدة، ده احنا بنقول نقاط كتير قوي تقدر ان انت تستخدمها حسب المتاح ليك بقى، حسب اللي انت تقدر ان انت تجيد فيه. ده لو انت عايز تزهقه بالمعنى الدارج بتاعنا. كمان ركز على نفسك مش على تغييره. دايما لو انت بتتعامل معاه ركز على نفسك، وان انت تبقى افضل، مش يكون همك الاساسي ان انت تغيره، لان هو ده السلاح اللي ذو حدين. الشخص ده لما يلاقيك ان انت مركز على نفسك ومهتم، مهتم بنفسك، بيزعل قوي وغالبا ما بيوقفش ساكت. وهقول لك او اقول لك دلوقتي رد فعله بيكون عامل ازاي. ولكن دايما بقول لو شايفين الحلقة كده والجواب بيبان من عنوانه مفيدا، ندوس لايك ونشير توصل لبقية اصدقائنا. وتعالوا ناخد نقطة الضعف اللي بعد كده. انا عايز اقول لك او عايز اقول لك ان الشخص النرجسي ده بيكون ضعيف جدا من جواه، صدقوني. وهو بيبقى راسم بس هالة حوالين نفسه داخليا، ودي اللي ما بيحبش ان هو يبينها ولا حد يعرفها عنه. بيكون شخص ضعيف جدا جدا من داخله، من جواه. لما تحط حدود لنفسك، حدود قوية قوي، هيحاول الشخص ده ان هو يتمرد عليها او ان هو يخترقها. اياك ابدا ابدا، خلي الحدود دي واضحة جدا، واياك ان انت تسمح له بتعديها. هو فاكر نفسه ان يقدر ان هو يخترق اي حاجة ويقول اللي نفسه فيه وينتقد زي ما هو عايز ويتخطى اي حدود، ولا يحق لك ان انت تعترض. هنا الصدمة بقى، هنا دش المية الساقع بقى اللي يخض او اللي يفوق. لما يجي يعدي الحدود دي في خط احمر، الحدود واضحة، انا مش اي حد. اوعى تفتكر ان انت سهل ان انت تخط الحدود دي او ان انت تعدي فيها. حدودي واضحة، 1 2 3، لا انت ولا 10 قدك يقدروا ان هم
يتخطوها طول ما انا ما انش عايز ده يحصل. دي بتعمل صدمة كبيرة قوي للشخص ده، وبتزعجه قوي وبتزعله قوي وبتقهره قوي وبتخليك انت تنال منه قوي. لو انت عملت كده غالبا والمتوقع والمعروف الشخص ده هيبدأ، مش هيقعد ساكت بقى، هيبدأ يتسلل ليك انت، هيحاول يشككك في نفسك وفي قدراتك بشتى الطرق وبكل السبل الممكنة. هيحاول ان هو يخليك تفقد احترامك لنفسك. في الحالة دي لو انت وصل معاك الامر للحالة دي وحسيت فعلا ان هو هينجح في حاجة زي كده، حان وقت الابتعاد، حان وقت الرحيل ولو لفترة مؤقتة. وعملنا الحلقة اللي فاتت عن العلاقات ووضحنا امتى الاختفاء وازاي ومراحله ايه، ووضحنا حلقة كاملة هسيبها لكم في وصف الفيديو او في التعليقات اللي عايز ان هو يطلع عليها. في الفترة دي او في الوقت ده ابتعد عشان تحترم نفسك او تحافظ على احترامك لنفسك، لان وجوده ممكن يسبب لك العكس واحنا مش عايزين نوصل للعكس. ده اللي هو بيسأل ايه نقاط ضعف الشخص ده، ده اللي هو بيسأل انا عايز افهم الشخص النرجسي، انا عايز اعرف طباعه، انا عايز اعرف ازاي اتعامل معاه، انا عايز اعرف ازاي اتفوق عليه، انا عايز اعرف ايه اللي بيضايقه، اصله ما بيبينش. الشخص ده ما بيبينش وبيحاول دايما ان هو ما يبينش ضعفه وما يظهرش نقاط ضعفه، فاحنا النهاردة بنكشف المستور عنه. عشان كده اكيد هو مش طايقني وانا بتكلم دلوقتي، لان انا جبت من اعماق اعماق داخله وطلعت انا دلوقتي في الحلقة دي كل نقاط الضعف بتاع الرجل او الانثى. الحلقة للطرفين، الملم بده والعارف للحاجات دي قادر جدا على النيل من الشخصية دي. الشخص ده يبقى نرجسي مع كل الناس، مغرور مع كل الناس، ويجي عند الشخص اللي عارف نقاط ضعفه ويجيب ورا، يرجع لورا كده، زي يرجع لازم، لانه عارف ان انت اللي عارف وجعته، انت اللي عارف نقاط ضعفه، انت اللي عارف ازاي تقهره، ازاي تزعله، ازاي تصدمه. لا، عندي واعرف حجمك، ارسم زي ما انت عايز، كبر وانفخ في نفسك، بس هتيجي عندي انا بقى اللي عارف حجمك. وهو ده الرعب بالنسبة لأي شخص نرجسي أو مغرور، مغرور قوي قوي بشكل أوفر، فوصل لمرحلة النرجسية. هو ده الرعب، إن هو يلتقي بشخص عارف نقاط ضعفه وعارف فين يوجعك وبيديلك. هنا خلاص أنا بقى أصبحت ملمة، أو أصبحت ملمة بكل المفاتيح اللي تؤدي. لو أنا دلوقتي عايز أتعامل معاه، عايز أذله، عايز أقهره، عايز أنال منه، خلاص أسمع الحلقة دي فهمت، أعتقد الصورة وضحت قوي كده بالنسبة للشخصية اللي فيها لغط وفيها كلام كتير قوي. وتأكدوا لي بقى في التعليقات تحت دلوقتي، هل الصورة وضحت؟ هل الحلقة دي فعلا أجابت على تساؤلاتكم اللي اتبعتت لي في الفترة الأخيرة؟ وأنا بقرأ كل تعليقاتكم، فاكتبوا لي ما بفوتش ولا تعليق. واللي بيسأل ازاي يتواصل معايا، قنواتنا التانية كل الروابط دي، لو انت على اليوتيوب في وصف الفيديو، لو انت على الفيسبوك انزل على التعليقات هتلاقيها. واي حد تاني غير محمد ابو زيد بتشوفوا فيديوهاتي عنده نصاب، اعملوا له ابلاغ على طول على طول. النصابين دول مش عايزينهم يكونوا ليهم وجود، لانهم اذى اذى طبعا، ولازم واحنا قادرين ان احنا نوقفهم طبعا عند حدهم، انا وانتم معايا. وبشكركم جدا على المتابعة، وإلى اللقاء.